بدأت علاقتي في كمال الأجسام يوم 19/10/2004. في اليوم ده أنا قررت إن أنا كنت 52 كيلو، قررت إن أنا أحقق حلمي وأزود وزني. كنت بحب جدا العضلات وبحب جدا الناس المعضلة، كان هدف وحلم من أحلام حياتي إن أنا في يوم يبقى عندي عضلات زيهم، بس طبعا ما كنتش أحلم أصلا إن أنا أوصل للمستوى ده. الحمد لله بفضل ربنا لما بدأت حديد بدأت إن أنا أستجيب وبدأت إن أنا أزيد. كانت الزيادة قليلة جدا بس ما كنتش بيأس. ما بخجلش إن أنا أقول إن أنا لما بدأت الحديد أول يوم ليا بدأت بالأجهزة فاضية ما كنتش بقدر أشيلها لوحدي، كنت بطلب من حد أستناه إن هو يساعدني يشيل لي الأجهزة فاضية. يعني بيهاجموني دايما إن أنا ممكن أكون بضرب هرمون وده مش حقيقي، بس حتى الرجالة اللي بتضرب هرمون في ناس منهم ما بتوصلش للوزن اللي أنا برفعها ولا بالأداء اللي أنا بلعب بيه ولا بحبي للعبة اللي أنا بحبه. بصراحة كله ضحكني، يعني نزل كومنتات سلبيه ضحكني لما بشوف واحد متصور وهو نايم ما عندوش ولا عضله في جسمه ودراعه ما يجيش قد الريست بتاعي وقاعد يبص على الفيديو وبيتنمر. طب انت فين؟ انت كراجل فين؟ انت واحد عندك هرمون، عندك حاجات مش عندي، ربنا اداك عصب مش عندي، اداك اربطه مش عندي، اداك قوه بدنيه مش عندي. كبنت بخلقه ربنا لينا احنا ممكن نلعب في اي حاجه الا خلقه ربنا، ربنا خلقنا كده، دي ما نقدرش نقويها. فانت فين؟ يعني المفروض انا اللي اضحك عليك في الكوميكس واقول ان انت ازاي نايم كده وبتتكلم، مش انت اللي تتريق عليا. اللي شايف ان انا بضرب هرمون ويكون بيقسم ان انا بضرب هرمون او بضرب اي نوع من الحقن حتى لو كانت حقن نفخ، انا على اتم الاستعداد لعمل اي تحاليل واي اشاعات مطلوبه عشان تثبت ده، بس بشرط واحد، ان اللي هيقدم الكلام ده يقدمه في تقرير رسمي عشان انا بعد الموضوع ده ما يطلع ويثبت ان انا ما عملتش كده فعلا، انا هطالب بقضيه تعويض رد شرف لكل عيل من عيالي اتقال عليه كده اللي هي عضلاتي. كل اللي انا بطلب بيه ان يبقى فيه اتحاد كمال اجسام للبنات في مصر، ما يشترطش على البنت ان هي تقلع او تلبس بكيني عشان تعرض عضلاتها، يكون لينا مستوى محترم على مستوى العالم. كل الفرق بيني وبين اي بنت بتحلم بالجواز ان ممكن البنت اللي بتحلم بالجواز تكون بتحلم بحاجه معينه في عيشتها، لكن انا حلمي كله في الجواز ان انا اعيش عيشه اوروبيه رياضيه. ماليش دعوه بالعيشه الاوروبيه عشان الناس ما تنتقدنيش، انا مش بتكلم في الدين خالص، انا بقول في الرياضه، ان ممكن يكون واحد ومراته وعياله واحفاده بينزلوا الجيم يتمرنوا وبيحبوا الرياضه والحديد، زي الامثله اللي بنشوفهم على التيك توك وبنقول ازاي الناس دي سنها كبير وبتعمل كده. يا واد يا بت يا واد يا بت هي حاسه ان هي نفسها تبقى، هي عندها حته تروح التحدي دي قويه جدا، فهي دي مضايقاها ان هي حد بيقول لها يا واد يا بت او انت ولد. بس انا شايفها ان هي تبقى كده احسن من هي ممكن تلبس لبس تاني او ان هي تشتغل مجال تاني ممكن ما بقاش مناسب للبنت. يعني اي راجل في الدنيا كلها ممكن يبقى بنته يقبلها ان هي بالمنظر ده ان هي راجل، بس ما يقبلش ان هي ممكن تكون في مجال تاني مش كويس يعني. فانا ممكن اشجعها على كده احسن لي من ان انا اشجعها ان هي تروح مجال تاني مش كويس. ما تلعبيش بنفس الاوزان دي، خففي اوزانك شويه، ما تروحيش مع اللعيبه، لان هي لو انت لو سبتها بتروح يعني ما 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 فيش كنترول عندها. عايزه تلعب مثلا ده بيلعب ده مثلا بطل فيزيك، ده بطل مثلا كمال اجسام، ده بطل باور ليفت، انا عايز العب معاه واخش معاه واتحداه وعايز العب باوزانه، لا اوقفي ما ينفعش، مش هيناسبك ده. هو ده المشكله اللي اكتر حاجه بتواجهني معايا.